عدنا لكم من تاني، عدنا لكم عشان نناقش فقرة السلفيون. ومعانا ضيفي الحلقة الدكتور محمد الباز، الكاتب الكبير والمدرس بكلية الإعلام. أهلا بيك يا فندم. والدكتور هشام كمال، المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد. أهلا والسلفي الشهير. كلنا سلفيين. كلنا سلفيون. أهلا وسهلا بكم. ونبدأ بالدكتور هشام بعد إذن الدكتور محمد. نبدأ بالأكبر. طيب بنبدأ بالدكتور هشام. طيب. دكتور هشام، في الفترة الأخيرة الناس بقت تسمع السلفيين، فالسلفيين قطعوا ودن فلان، السلفيين بيحرقوا في الكنايس، السلفيين هيخطفوا البنات في الشوارع اللي مش محجبات، فالناس بقت مرعوبة. طب هم السلفيين لو حكموا هيحصل ايه؟ طب هم السلفيين هم كده؟ طب هل ده حقيقة؟ طب هل ده منهجهم؟ فعايزين نتعرف مين هم السلفيين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا أحب الأول أنا يعني أعرف الناس كلها، السلفية دي منهج مش ناس. يعني السلفية في الأساس منهج، اللي أنا برجع لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فده منهج. المنهج ده بيحكم على الرجال، بيحكم على المجتمع، مش الرجال اللي بيحكموا على هذا المنهج. يعني أنا لو عملت شيء صحيح أو شيء لصالح الدين أنا ببقى كويس، لو عملت شيء ضد الدين أنا مش شرط اللي أنا دلوقتي أحكم على الدين، الدين هو اللي يحكم عليا، يبقى أنا كده عملت شيء مش كويس. دي نقطة. النقطة الثانية، السلفيين أو السلفيون، السلفية دي السلفيون أو السلفيين مش حاجة واحدة. يعني مثلا عندنا جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ والدعوة أو كذا، دول أيديولوجية معينة، فكر معين، كلام زي كده. السلفيين أيوة نعم لهم فكر معين، لهم أيديولوجية، ولكن في اختلافات، ما هماش قائمين كجماعة لها منهج ثابت، يعني أدبيات معينة، ملهاش تنظيم هرمي معين، ملهاش ترتيبات، ما هماش فئة واحدة، لا مختلفين بينهم وبين بعض في مجموعات. طب اختلافهم ده بيكون على أي أساس؟ اختلاف بس راجع في تطبيقات المنهج. يعني الإخوان بيرم، الإخوان السلفيين يرم أن تطبيقات المنهج السلفي أو الرجوع للكتاب والسنة لها مفردات معينة. تمام. بيطبقوها. المجموعات السلفية برضو زي بعض المجموعات اللي بيسموها، يعني كان في تقسيمات قبل كده، التقسيمات دي خلاص أقرت دلوقتي، سلفية حركية، سلفية مدخلية، سلفية مدرسية، جهدين. سلفية جهادية. تمام. تقسيمات منها جت من بره، وتقسيمات جت من جوه من أمن الدولة ومن غيره، وتقسيمات من داخل الأعمال دي نفسها. التقسيمات دي أو المجموعات دي برضو تطبيقات المنهج عندهم مختلفة، في ناس عندهم أولويات معينة، في ناس عندهم فكر معين، فمجرد اختلاف في التطبيق وليس تمام. اختلاف في المنهج نفسه. طيب. دي نقطة. اللي بعد كده نقطة السلفيين هيقطعوا ودن واحد أو قطعوا ودن واحد، السلفيين هيرشوا مية نار على البنات المتبرجات أو كده، نفسي بس حد يجيب دليل واحد أو حالة واحدة بالاسم ويطلع كده ده مدان ومتهم رسمي إنه هو عمل حاجة. هم قالوا يوم 27/3 بالضبط السلفيين هيطلعوا يرشوا مية نار يوم 29/3 بالضبط كده، قالوا في يوم 29 هيطلعوا يرشوا مية نار على البنات المتبرجات، هيطلعوا على النصرانيات، في حاجة كده تركيبة كده غريبة شوية. طلعنا يوم 29/3 كنا واقفين في الدقي طيب يعني معذرة يا دكتور محمد، ايه رأيك في الكلام ده؟ هل فعلا ان السلفيين مش ورا الاحداث دي؟ لا، كلام جميل الدكتور قال الحقيقة. يعني انا ولا في في جماعات سلفية معينة هي اللي لا، هو انا بس عايز انا يعني عايز اوضح نقطة الاول. في دايما دلوقتي بيتقال كلنا سلفيين، كلنا مسلمين. تمام. يعني الـ 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 القاعده الاساسيه اللي تركها الرسول عليه الصلاه والسلام في خطبه الوداع، تركت فيكم ما ان تمسكتم به كتاب الله وسنتي تحديدا. فالرجوع الى الكتاب والسنه للمسلمين جميعا، ليس السلفيين ولا الاخوان. يعني هذه التسميات كلها تسميات قد تكون لانه جماعه ارتأت ان هي تتجمع على اداء معين مش على منهج معين.
أو على تعامل معين مع المنهج الإسلامي، فأنا بطلق عليهم هذه المسميات. الحقيقة أنه صحيح لا توجد هناك وقعة فردية يمكن أن يتهم فيها السلفيين، معنى أنه تم تعويم مسألة قطع أذن الإبطي في إنا، واتقال دي كانت خناقة وكان أحد اللي موجودين في الخناقة ملتحي، فقالوا أنه السلفيين موافق. وقعة الأضرحة في المنوفية وفي غيرها، وطلعت نيابة قالت أنه مش السلفيين، برضو موافق. لكن هي المشكلة الحقيقة أنه حدث ما هو أكثر فزعا من الأحداث الفردية ممثلا في أحداث جماعية من مجموعات السلفيين. الأحداث الجماعية حصلت تحديدا في مش هنقول مبابة، لأنه مبابة في جدل كبير حوالين مين المتسبب الأول، مين اللي ضرب الأول، المسيحيين ولا السلفيين. لكن في المظاهرات الخاصة مثلا اللي هو بيدعمها ايه الائتلاف المسلمين، دعم المسلمين الجدد اللي هو الدكتور يعني منسق عام فيه، هذه المظاهرات الحقيقه قد يكون فيها بعض الحق، قد يكون انه هم عاملين ائتلاف يدعموا فيه من يدخل في الاسلام حديثا من المسيحيين، وفي حالات كتير وفي حالات مختفيه وفي حالات غامضه. هذا الخروج بهذه المظاهرات وتقريبا مشهد حصار الكنيسه الكاتدرائيه في العباسيه، وانا عرفت انه في كتير من شيوخ السلفيه لم يقروا هذا المشهد ورفضوه، لكن هذا المشهد تحديدا يمكن ان يمثل فزع للمجتمع، مش بس للاقباط ولا للمختلفين في الاداء عن التيار السلفي، عن العلمانيين، عن الليبراليين، عن كتير من قطاعات المراه، لا، هذا الأداء الجمعي أو الجماعي من السلفيين. أنا هنا بتكلمش عن وقعة فردية، ولكن بتكلم عن وقعة جماعية، حصار للكنيسة لأنه هم بيطلبوا بمطلب معين. الدكتور هشام، نطمن الناس إزاي؟ بيقولك الناس مرعوبة، احنا بس عايزين بس وتساؤل تاني بيحضرني دلوقتي، ليه الدعم للمسلمين الجدد ومش للمسلمين عامة؟ تمام، يعني ليه احنا بندعم المسلمين الجدد اللي هم بيغيروا دياناتهم مثال، صح؟ اللي هم بيخرجوا من دين ويدخلوا الاسلام، كانوا في دين اخر غير الاسلام، وليه ما بندعمش المسلمين بصفه عامه؟ تمام. واموال، سؤال برضو الناس بيقولوا طب الفلوس اللي بيدعموا بيها دي بيجيبوها منين؟ فلوسنا والله. طب فلوسكم، طب الناس الغلابه اللي مش لاقيه تاكل دي فين؟ بنصرف عليهم برضو. طيب ماشي. طيب نسمع الدكتور. هو بس نقطة الدكتور محمد طبعا الجدل حول المبابة أو غيره مش هنخش فيه برضه، ماشي لو عايزين نخش فيه مش مشكلة، لا 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 ما ندخلش في لو دخلنا فيها يبقى في مشكلة، لا 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 ما ندخلش فيه، لا ما ندخلش فيه مشكلة، لأنه من أدانه الذين ضربوا النار، هو احنا بس مش عايزين ندخل فيه، إن الموضوع قدام يد التحقيق، لكن أنا أقصد فاحنا أستأذنكم ما ندخلش فيه، يعني ضرب النار بدأ لأنه هناك من ذهب إلى الكنائس، يعني هو بدأش من كده عامة، يعني وبدأ لأسباب تانية. طيب مشهد حصار الكاتدرائية والمظاهرات اللي بيدعمها الائتلاف كأداء جماعي بتفزع المجتمع، ده خلاصة اللي حضرتك قلته، صح؟ بالظبط. طيب عشان نطمن المجتمع، أولا إحنا لم نحاصر الكاتدرائية، تمام؟ أنا بس عايز أقول أكتر من نقطة مشينا فيها. ما عملت إيه يا دكتور؟ ما أنا هقول لحضرتك، أنا جاي لك في الكلام أهو. أنا جاي لحضرتك، أنا سبتك خلاص تتكلم. يعني لا، ده سؤال. طب ماشي، أنا هتكلم. سؤال للتوضيح. أنا هتكلم. اتفضل. يعني إحنا أولا بدأنا بخطوات كتير جدا، احنا مشينا في مسار قانوني واتجهنا بالفعل للقانون، وعايزين سيادة القانون تمشي في البلد، تمام؟ سيادة القانون واقفة، استدعيت كاميليا شحاتة للحضور أمام النيابة يوم 11/4 ولم تحضر، بل العكس الكنيسة ما رضتش تستلم أصلا، وقالت احنا غير جهة مختصة لهذا الاستلام. طب هي راحوا لها على دير مواس في بيتها، قالوا لهم مش موجودة ولا هي ولا زوجها، طب هي فين؟ احنا مش عارفين. فبالتالي الجهة المسؤولة عنها اللي هي بتتردد عليها، والجهة اللي أعلنت قبل كده أنها استلمتها من أمن الدولة على كلام الأنبا أغابيوس قبل كده إن هم استلموها من القاهرة من أمن الدولة، خلاص يبقى دلوقتي هم المسؤولين. مشينا في مسار قانوني وقلنا أعلنا اللي احنا نمشي في مسار إعلامي ومسار احتجاجي وهكذا. مشينا في مسار احتجاجي، مسار الاحتجاجي ده كان مسار له تصعيدات معينة وكلها سلمية. التصعيد الأول احنا رحنا دلوقتي عشان برضه نسلك كل المسالك الحضرية والمسالك القانونية
احنا رحنا لاصحاب الشأن في هذا المقام، رحنا لعصام شرف رئيس الوزراء وقابل ناس من ما كانش لسه الائتلاف الكون اياميها، قابل ناس من اللي شغالين في القضيه ووعد ان المشكله هتتحل، والمشكله ما اتحلتش. رحنا المجلس اعلى القوات المسلحه بوفد بسيط جدا مكون من 12 فرد، ما فيش حد قال لنا انتوا جايين ليه، ولا حتى قالوا لنا ورقه اترمت وخلاص. رحنا الاسبوع اللي بعديه يوم 12/4 وكان حوالي ما يقرب من 12000 فرد، عملنا وقفه احتجاجيه عند مسجد النور، قابلنا المجلس اعلى القوات المسلحه متمثل في احد لواءاته وقابلنا اللواء حمد لدين. في اتصال معانا. طيب الو 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 الاخ الاستاذ ريمون. ايوه مع حضرتك، ممكن بس تعلي الصوت انا مش سامع. سامعني كده؟ بس اعلي الصوت شويه يا رب خليك. لا ده انت طبقت التلفزيون عندك. لا انا موطي على الاخر. طب قول اتفضل احنا سامعينك. الشيخ بس السلفي، انا من امبابة على فكره وكنت مشاهد الواقعة كلها بعيني، وبعدين الشيخ بيقول ما فيش احداث يعني يتهم فيها سلف واحد بعينه. الشيخ ابو انا طلع في على مقاطع اليوتيوب وبيقول احنا ما نبقاش رجاله لو ما ولعناش في كنائس امبابة كلها. دي نمره واحد. نمره اتنين، مقاطع اليوتيوب كلها موجوده وفيها شيوخ بلحى بجلاليب قصيره، مش معقوله دول هيبقوا بلطجيه. نمره ثلاثه، لا ممكن يعني مش عايزين ناخد ما ناخدش على اللبس وما ناخدش على الدقن، ما انا ممكن اركب دقن واجيب فل من الفلوس. في ناس بتاعت النظام، في ناس اصدقائنا كانوا الدكتور هيرد عليه، كانوا عارفين مخبرين في امن الدوله وقابلوهم في الفتره اللي فاتت، لقوهم متغير الشكل بيلبسهم الجلباب القصير واطالوا اللحى. طب شكرا للاخ ريمون، وامن والامن الشيخ هيرد عليه. متشكرين للاخ ريمون. فدي نقطه. تاني نقطة أكمل الكلام بعدين أرد على الأستاذ ريمون. أنا ما عنديش مشكلة عشان بس حبل الأفكار، عشان وقت البرنامج بس. طيب المهم لما رحنا بعد كده قعدنا ويعني برضو ما كانش في يعني برضو أي استجابة. المهم رحنا يوم 29/4 وده برضو بعد تداعيات خطورة جدا، بعد قتل سلوى عادل عطا، بعد اغتصاب الطفلة سلمى في الزاوية الحمراء، وكلها حوادث طائفية. والمقدم أو المقدم عبد الوهاب الشعراوي بدون ذكر أسماء يعني. طيب لأن بكلم حضرتك على واقعة حقيقية. لما بعتنا لجنة تقصي احقاق في كرداسة لحظة. هو التداعي ده تداعي الأحداث. هقول لحضرتك عايز أسأل حضرتك سؤال، اسمح لي. يعني قلت بعد أحداث قتل سلوى واغتصاب، إيه الفرق بين السلفيين، خلينا أستخدم اللفظ، وبين المتطرفين الأقباط؟ كويس، خلينا أبقى دقيق أهو عشان ارجع ارد تاني واقول متطرفين سلفيين. ايه الفرق بين السلفيين والمتطرفين الاقباط، اللي هو اي واقعه تحصل بنت تسلم فيقول طائفي، فانت لما حصل قتل سلوى وهي بالنسبه لنا قضيه شرف مش قضيه اسلام ومسيحيه، فتسموها على طول قضيه طائفيه وتطالبوا بالطار. طيب ليه بقى قضيه طائفيه؟ لما تبقى قضيه شرف ابنها الصغير ابو 5 سنين يتقتل ليه؟ بنتها الصغيرة يحاولوا يقتلوها ليه؟ دي نقطة. عبد الله اللي هو المقام عبد الله الشعراوي قال بنفس اللفظ لحسام ابو البخاري لما راح له وسأله على القضية، قال له اكذب عليك لو قلت لك ان ما فيش فيها بعد طائفي. بعد كده رحنا للمجلس الاعلى. واحنا ممكن نفرد للملف ده موضوع اكبر. طيب عشان وقت البرنامج. بس المهم لما رحنا عند الكاتدرائية رحنا ازاي؟ احنا مشينا من مسجد الفتح في اتجاهنا لمسجد النور. تمام. في يعني لو هنحاصر مش هتسيب مكان لاي حد ان هو هيقف ولا هيعمل اي حاجه. احنا كنا ماشيين في جزء. يا دكتور انت في داخل الصوره. انا سالت انتوا ليه حاصرتوا الكاتدرائيه؟ انت قلت ما حصرناش. لا بعد اذن احنا نديله فرصه يتكلم وبعدين الوقت ما تقاطعنيش. قدامنا دقيقه بس. طيب حضرتك ما تقاطعنيش. قدامنا دقيقه في البرنامج كله. احنا لينا حلقه خاصه عن الموضوع ده. لا احنا كده ما قلناش حاجه. القضيه كده بتضيع. هنفرض حلقه احنا بس. طيب بس خلاص هتوعدونا بحلقه نفردها وتبقوا ضيوفنا واحنا على الهوا. طيب خلاصه القول. تمام. لان في تليفونات كتيره داخله على ال طيب خلاصه الكلام. خلاصه الكلام احنا وقفنا على الكاتدرائيه، مفيش اي حد صدر منه اي اشكاليه خالص. الطريق كان ماشي، لو في حصار ما كانش حد هتمشي. الطريق ماشي رايح جاي. طيب. الشرطه العسكريه واقفه، الامن المركزي واقف، مفيش حد. هو احنا لينا سؤال بس. في نقطه بس معلش.
في ناس اتهمت اتهام يعني اللي هو مثلا نقطه المتطرفين او كذا. طب احنا في تعليق طب بعد اذن حضرتك بس احنا بنشكركم جدا. انا ليا تعليق تمام. لو في تعليق طب معلش معلش عشان وقت البرنامج. انا زعلان من حضرتك زعله كده. لا 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 بعد اذن حضرتك انه فزع نفسه. مش زعله لا 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 احنا يا جماعه بعد اذنكم احنا بنشكركم جدا واحنا بنناقش فكر وانتوا وعدتونا ان يبقى في حلقه. ما ناقشناش حاجه. هتبقى حلقه مع بعض. لينا حلقه لينا حلقه كامله مع بعض بس كده. على فكره القضيه كده لا لينا حلقه لينا حلقه لينا حلقه خلاص متفقين. احنا حصل ادعاءات على وعد قدام الساده المشاهدين. لينا حلقه لان انا جاي لي كم تليفونات ضخم جدا على الفقر فما رضيتش ادخله. فلينا حلقه. حضرتك عرضت الادعاءات. الادعاءات ديت لازم تفند. انا عندي يعني انا جاي على استعداد لتفنيد. انا في اسئله كمان طب لازم اجاوب عليها. تفنيد كل الادعاءات. بنشكركم جدا على تشريفكم لينا.